مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا فيديو سابق ديال أمي ربيعة اللي تكلمات على الزوج ديالها اللي تخلى عليها سنين طوال، لنور رأي العام أكثر في الموضوع ديال ربيعة تناولناها معها هي كأم، وتناولناها مع بنتها توريا، وكذلك كان بالرفقة ديالهم الإب ديالهم اللي شيئا ما مختل عقليا. مشاهدينا الكرام، أمي ربيعة تكلمت بحرقة أنه حوالي 45 سنة وهي مزوجة، 32 سنة ديال العشرة معاه، والبقية تخلى عليها محمد. من هو محمد؟ مشاهدينا الكرام، محمد طالع الفيديو طيطار بالتعقيب وبالجواب، هو اللي بالرفقة ديالي الآن. تبعوا معايا محمد. با محمد، انت شفتي القصة وسمعتيها ديال الزوجة ديالك اللي تخليتي عليها، غادي تعاود لي العلاقة ديالك فيها من الأول كيفاش؟ نبدأ لك من الأول ولا في النص تقطع؟ لا، غتعاود لي من الأول حتى كيفاش عرفتيها وتزوجتوا وعندكم الأولاد، وغنمشيو معاك للزوجة الثانية وحنا غابطين. هي كيفاش تزوجت بها؟ أنا ما كنتش كنعرفها. أنا كنت خاطب بنت عمتي. بنت عمتي كتحلف لأمي. الوقت اللي كتحلف لأمي سقط خبر، فكيت معها ما جيتهاش للدار كاع. اتصلت واحد السيدة، اتصلت لي بهاد الناس. تزوجت بها، جات برك تعدي 3 شهور من 6 شهور، وغير نطلقها. أمي كانت بوحدة كتعيش في الدار. قالت لي أمي سقط الرضا، خليها أمي نساني بأي طريقة. ولدت معاها 2 ولاد، دوزت 6 شهور عطيتها قتلة ديال العصا، ديتها لدارهم بغيت نطلقها. أمي بقات رمية في العرض وسي في رجليا حتى رضيتها. الوقت اللي رضيتها ولدت معاها 2 ولاد، واحد النهار في أيام الله بارك أنا وياها، وكاين معاها كمال وعزيزة. الوقت اللي كاين كمال وعزيزة قلت لها شتي هاد التريكة عندك، غتلا عاقبتي، إلا تلات على خير الحمد لله، إلا ما تلاتش على خير غيمرثوني. لو كان ما خفتش من عقوبة الله ندبحهم ونتهنى انا انت. سارت معايا في الصراع، سارت مع امي. انا كنعطي امي الفلوس الصير، كتصير امي في السوق، ملي كتصير كتجي عدت، ملي تخلط لها الصير تقول لها اش تعطلتي، كتقلب لها داك اللحم والخضره في المراح. العائله اللي هما عايشين هذا الحوار راه عارفينه، يقدروا يعقبوا علي، يقولوا ودي هذا السيد هذا الهضره اللي كيقول راه كذب، وانا كندوي باسم الله تبارك وتعالى. لا زدت ولا نقصت، لا تسمح لي لا دنيا ولا اخره. شحال ديال الاولاد ولدتي معاه؟ ولدت معاه 7، 5 البنات وجوج الاولاد. هنا طرحتي معايا انت المشاكل، يلاه عندك مع 2 ولاد وبقيتي مستمر، ولدتي مع ولاد اخرين. ولدت مع ولاد اخرين بحق امي. العذاب اللي عذبت امي وتكرفصت عليها، واحد النهار في ايام الله ما غاديش جيت نعاود لكم، خصني حتى الغدا نكمل. الوقت اللي تعذبت امي، امي مرضت. الوقت اللي مرضت قلت لها شتي انت العقاب اللي غنعاقبك ما غتعرفيش، وعاقبت العقاب هو بالزواج. عمرني ما عشت مع شي حياه سعيده. كنمشي راه الناس من الفاميلا عندهم تليفونات يجاوبوا عليا، اللي كيعرفوني اش كنسوى معاها. والصير اللي كنت كنصير والمعيشه، الناس كتجيب بيطرو ديال الزيت، انا كتجيب 50 لتر، والناس راه عارفه كل شيء. من هاد البنات اللي كيعايروا فيا كاينين 5 3 حال الله بيني وبينهم مواصليني لا بقبيح لا بمليح، محتارميني. نهار هذا الصداع بعدوا مني، ما بقاوش يسولوا لا اش درتو ولا اش عملتو، بغاو التقير مني ومنهم. هاد المسخوطه انا كنشهد لها بالسقط، ولا كان السقط كنقول فيه نفاق، ربي يشد الزور ردوا عدي. وحده في افريقيا كتقول لهم هذا موش قابله، شديتو المعس ليه راسو، وكنت بعيشهم احسن عيشه. والكساوي اللي كانوا كيلبسوا في العربيه كانوا مسمينهم بنات نصراني، ودايرين ترانسبور ديال المدرسه. واللي قال شي حاجه راه الفاميلا كلهم عندهم تليفونات وكيعرفوا الحقيقه ديالي اش كنسوى. وهذا الراجل اللي بغى يتطوع ويمشي معايا غندير الدوار ديالي، كتقول لهم كيبيع التيران وداهم ليا. انا ما بعت التيران وديته لها، عاد ولده عنده 42 عام معاها، يمشيوا معايا عنده ولا شهد. عمرو عطاني 1000 فرانك من الامتاع ديالو، انا نتربى امام. مش ولدها، ولدها هي ولا ولدك انت؟ ولدي انا وياها، معاها والده راه كاين في العروبيه ساكن بالدار. واش هو اللي مريض؟ لا ماشي هو اللي مريض، هذا بعقله داير الكسيبه، خدام على راسو، ما كيتحاز ليا ما كيتحاز ليهم، كيقول لي خلوني في التيقير تبا وهي امي.
من حاكك انت من حاكا هي، ما نجي من جهتها ما نجي من جهتك. دابا انت عطيتيني الموضوع هاد الكلام كله، انا هضر لك بالدارجه، هادشي اللي قلتي لي كله جمعتيه ليا، انا غنمشي انا وياك وحده وحده صافي شويه علينا. دابا انت قلتي الام كتقول لك الصخت الربح ما تطلقهاش، وكتقول لي بالله هي كتضرب لك الام، في نظرك انت علاش الام هي كتكرفس عليها كتقول لك خليها تعيش وحدانيه كتكبر الدراري من عند عمامي ويقلعوا لك شمك جيب وحده اخرى ديرها كتكرفس عليا. شكون امي؟ لا ما عمرها قالت لي جيب وحده اخرى، ما نكذبش، وهي في دار الحق وانا نكذب عليها نقول قالت لي لا. قلت لها العقاب ديالك وهو ما قلتش غتجوج، قلت لها العقاب ديالك وهو غتاخذيه طول حياتك تتموتي. كنت كنصير على امي كنقول لها قلدك الله، جيبي الكبده والقلب من السوق السوق وشوي وكولي، كتحرر عليها العيشه والحياه. عمامات عيالات عمامي كلهم كبر من امي، امي ماتت هما باقيين حيين. ولو هاد السيده بغى يمشي معايا غندي عاد العائله ويشهدوا ليه، كل واحد باش يشهد ليه، ولا شهدوا فيا انا قابل، وندي عاد عائلتها هي وش. لا عمرني هي كتقول ربطت التيران وبعتهم وبلاد بابا بعتيه، شحال عندها؟ راه عندها كثار ونص. يمشي معايا يوسف للبلاد وندي عاد فاميلتها. الى عمرني 45 عام هذه باش مات بها، ولا 44 ولا 43 ما عقلتش بالضبط، الى عمرني عرفت بلادها فين كاينه، ولا عمرني قلت في دوارهم ومشيت لهم وقلت لهم فين هي بلاد فلانه، علي قالوا عائلتها. النهار اللي غتعرفك هي تزوجتي هي الوقيته اللي كانت امك مريضه الله يرحمها قربت تموت، هي فاش انت جات ديك الساعه المراه الجديده ديالك معاها. دابا هادشي كاين باش نجاوبك على نسولك على حاجه اخرى. لا امي مريضه وزيت اديتها عند المراه، انا خايط المراه 12 عام، واحد ما عارفها عارفها الله. شنو بغيت نقول لك؟ انت مزوج بمراه اخرى ديك الساعه وهي ما قلتيهاش ليها. ما قلتهاش ليها، امي هزيتها بغيت نديها للبلاد قربت تموت، هوهنت هزيتها جيت قلت لها تعالي تشوفي ولادي، غادي تموتي بالموت والحي في الدنيا، راه عندي جوج ولاد، عندي بنت ساكنه على البنت هذه فطوم هي اللي عندي. خرجت لها ما فاهم نهز نطلع مدروج، خرجت لها قالت لي شوف الله يرضي عليك ما تفرطش في بلادك اللي في البلاد وتهلا في الدريه. واخ هذيك الوقيته اللي انت شتي راسك واحد لا حياه مقاده مع المراه الاولى، وامك مزيره كتقول لك ما تطلقهاش على وجه دوك البنيدات وهذا. واخ ملي توفت الام علاش انت اكثر من 16 عام بقيتي شاده ماك ما طلقتيها هذيك الساعه؟ شكون هي؟ المراه الاولى. ما بغيها، ما رضيتش بولادي يمشيو يسرحوا لعباد الله. ما رضيتش بولادي يمشيو يخدموا لعباد الله. ولادك راه تيقول لك ما كتجيش عندهم. علاش ما كنجيش عندهم؟ خرج معايا للبلاد، ما تدوش معايا مباشره انا وياك. خرج معايا للبلاد ونعيطوا عند تمو غادي واللي لقينا في الطريق نسولوه. واش 14 عام هذه ما 16 عام ما جيتش؟ انا عاد السيمانه كنت في البلاد. انا عندي ولدي كنمشي عندو. انا مشيت لداري جراو عليا انا وبنتي ومرتي. جابوا لي الساروت في الليل والصباح مشاو يصبحوا طالعين في الفيديو كيقولوا بنو هرس الدار ودخلت بنتي للدار. غادي نبقى معاك ونكمل معاك مشاهدينا الكرام لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع. هناك مستجد حقيقي. القصه في الاول انا ربطت بيا اتصال الابنه ديالو اللي هي توريا. توريا عطتني القصه على هادشي اللي كان تشوفوا معنا الان ومتبعينه معنا، ديال الاختلاف او النقاش بين الام ديال توريا اللي هي الزوجه ديال با محمد في هاد الحدود. عطتنا القصه، تكلمت على 45 سنه ديال الزواج، من بعد اكتشفت بانه مزوج بقات معاه كزوجه رغم انه هجرها دار حياه اخرى، ولكن فيما بعد تسطل القصه وجهنا نداء صلح ورحمه بين الاطراف كما عودناكم دائما. ملي توضع الفيديو تفاجات صراحه انه توريا ما خبرتنيش انها هي يوتيوبر ودايره قناه وغتستغل هذا الفيديو لامور اخرى، وهذه هي الصدمه صراحه اللي لم اكن اتوقع في الموضوع. فيما بعد ربطوا بيا عدد كبير من المغاربه الاتصال، قالوا لي ان هناك شنآن وتصدع في تراشق في الكلام في امور شيئا ما مخله بالحياة بعض التصريحات من طرف توريا مع الاخت ديالها اللي من الزوجه الثانيه. حاولت ما امكن انني بحط في الموضوع، لقيت الكلام صحيح، وجهت هنا لتوريا سؤال وهي تتبع معايا الامور وعارفه ان كلامي صحيح. سولتها قالت لي انا ناقشت معك الموضوع باش تروي الام ديالي على القصه ديالها مع الاب، وهي ما قالتش لي بانه كاين تصدع في الموضوع وهذا الشيء غادي يورث عنده امور
صراحة صادمة. غادي تبعوا معايا لأنه المراحل الأخرى غادي نشوفوا الابنة اللي من الزوجة الثانية فطوم اللي هي يوتيوبر وكذلك عندها زوج إماراتي وكذلك الزوجة الثانية. هاد الناس كاملين غادي نناقش معاهم الموضوع بدقة. مشاهدينا الكرام، الآن بو محمد تيروي ببساطة بشكل تلقائي بالطريقة ديالو بطبيعة الحال باش يوصل الأمور كما يجب، كما يبقى لنا دائما الحق لمناقشة الموضوع في الشق الإنساني وكذلك الأسئلة التي تطرح في الرأي العام كندرجوها معهم. والحياد هو الشعار ديالنا في الأخير في الموضوع. أنا شرحت شي أمور أخرى للرأي العام، غادي يبقى عندي معاك سؤال، هو العلاقة ديالك بين البنات فيها تصدع، كيخرجوا بفيديوهات بالأخص سورية وشي كلام اللي كيضرك وانت ما عجبكش الحال، وهما تيعطيو واحد السؤال تيقولوا انت هجرتي الأم ديالنا سنين ما طلقتيها ما والو، شنو الجواب ديالك أبو محمد؟ الجواب ديالي خرجت من الدار وداري موجودة ومجهزة ومجهزة ب 140 مليون، وجات عند بنتها أجداد خرج من الدار وجيتم، أنا نصير عليك تبركي بالدار نصير عليك باش تجي تبركي في الخميس. 3 سنين هذه كنصيفط دابا الشهرية، وكاين السيد اللي كيدي الفلوس للدري اللي مريض، دابا حاليا نجيبو يشهد في المحكمة. أجدا هي تجي تبرك مع بنتها في الخميس، واش أنا راجل ولا شماتة؟ أنا ماشي 14 عام ماشي 16 عام. أنت أنا ما كتكلم، كتكلم على الزوجات ولا الإبنة؟ غادي نتكلم على الزوجة ونتكلم على الإبنة. هاد الإبنة عندها 34 عام، اش بيني وبينها؟ امها لا ما صيرش لك التاجر القضاء، كاين المخزن في البلاد، ما تصورش كاع 16 عام تمشي تدعيني والمخزن راه كيكون موجود. وانت هذيك المده كلها ملي هجرتي علاش ما طلقتيهاش؟ لما تلقاش ما عنديش طلب باش تطلقها. 20 مليون طلبت ديال المحكمه، وماشي 20 16 عام باش هجرتها، 4 سنين ولا 5 سنين الهجير بجوار 14 عام، اما نمشي ما نمشي للبلاد 4 سنين. والصير كنصير عليهم وكنصير على الدري اللي في الدار وكنمشي عند ولدي للبلاد. وهذاك الدري اللي مريض كتقابلو؟ كنعطيه 10,000 ريال في الشهر، وكاين السيد اللي كيديها لي ما كنعطيهاش انا، كاين السيد مكلف يعطيني من راه الشهر راه الشهر. هذيك ناضت تخاط طالق تخاصمت مع راجل وجات بركت مع امها وغادي نصير على ولادها، كون فيها الفرح تقري ولادها. خرجتهم من المدرسة واحد 10 سنين واحد 13 عام، شوفوا واش كيقراو ولا خارجين. ولكن ثاني هي راه صعيب عليها باش تقابل الاولاد وتقابل كل شيء ولا لا با محمد؟ لا تمشي تقابل تمشي دير محل الاولاد كتشد صير باش تصير عليها انا هي ولادها، لا ما طفرتوا فيها هي عن طفروا في ولادها. يعجبك الحال انت؟ ولكن راه ولادك هذاك انت ملزم على هادشي. ولاد من ولاد بنتي، بنتي عندها 34 عام اش بيني وبينها؟ تزوجت تبقى بيني وبينها ما نتخالط انا وياها. في الاول ملي كانوا قبل ما يتزوجوا كنت مقابلهم. الله اللي كيطالع. لما كنتش كنقابلهم ربي اللي كاين، ماشي انت. ربي انت وسيله دابا بيناتنا. عيطوا لك وانا ما عيط لك، تعيطوا لك هما. انا لما كنتش كنصير عليهم ندير الشهود ندير 12 شاهد عدليه ونجيبها امام المحكمه اللي قال لكم ما كنصيرش عليهم. كنصير عليهم ولكن اذا ما بقيتش ملي هذيك تخاصمت مع راجل وجات بركت مع امها وتحوزوا للخميس ما بقاش كنصير عليهم. كنعطي لولدي 10,000 كنت مقابلو على الطبيب وانا اللي نعسو في الخميس وكياخذ دواء كراطوي من السبيطار ديال واحد السيد محسن وانا كنعطيهم 10,000 ريال. قالت لك لا عطينا اكثر. علاش نعطيهم اكثر؟ لم كتلبس جلابه في النهار راكم كتشوفوها في اليوتيوب. هاد المره اللي ولات كطلع اليوتيوب باقا مراو ها؟ هاد الكلام اللي قلتي انا كناخذ كلام ديال الوالدين، ولكن موضوع النقاش هاد الناس ديال اليوتيوب كاينين بزاف كيطلعوا وبمحتوى نقي بالموافقه ديالي اللي بغيت تطلع. هذيك مرتي دابا ما تقدرش تطلع لما قلت لها طالعي. وانت كطلع في الطومه راه راجله واش ما كتشوفش راسك شيئا ما يعني شويه؟ انا كتمشي ديال العربيه ولا كنرجع للدارجه، ما كتشوفش راسك شويه قاصح مع دوك البنيتات ومع دوك الناس؟ باش قاصح الطريقة ديالك في المعاملة دي شو معاملة؟ جوجت كبرت غكسيت صبت أمام الله، غادي أمام الله هما ياخذوا حقهم وأنا ناخذ حقي. أنا إذا كنت ما تهليتش فيهم ربي راه كاين، ماشي أنت ربي. هما يوبخوا نفوسهم أشنو كداير معاهم؟ واش كنت معيشهم في الرفاهية ولا كانوا مكرفسين؟ إذا كانوا مكرفسين الله تبارك وتعالى غادي ياخذ الحق ديالهم مني أنا.
ما كتشوفش انه خصك دير جهدك شويه مع داك الوليد اللي مريض؟ كدير جهدي معاه. 10000 في الشهر اش غدير لي؟ ما يخرجوا هما ويرجعوا للدار ديالهم ونصير عليهم من ألف لزاد. يرجعوا للدار ديالي ما يبقاوش في الفيلاج. اش من نتيجه عندهم في الفيلاج؟ انا داري عامله غير المعامله بقالهم عندي دارهم بوحدها، ولدي اللي مجوز داره بوحدو. ما كيكوماندي فيهم حتى واحد. كداير لهم القزار، داير لهم الخضار، داير لهم الفلوس ديالهم. دابا فين ساكنين هما؟ ساكنين في خميس زمامره، والدار عندي في العروبيه في الغرابه. ماشي في الفيلاج انا فاش ملاقي معاهم. هذه ثلاث سنين باش جاوا للفيلاج. اش من نتيجه عندها في الفيلاج تجي لي؟ هذيك السيده تمشي عند راجلها. واش انا نصير لها وحده بولادها؟ عندها 35 عام. علاش تصير عليها؟ هو هذوك الاولاد باهم ما كاينش. هذه بنتك؟ بنتي. قلت هي مطلقه. ما مطلقاش، باعيه مع راجلها ثلاث سنين هذه. وراجل باه صاحبي، باقينا وياه كنجمعوا خوت. ولا قلتي شي حاجه عاون ديك عند باه، بات الراجل ونديك عند الراجل. وتصنت بودنك بلا ما نقول لك انا. ونديك عند فاميلتها اللي شهدوا فيها انا قابلها. ونديك للدوار فين كتسكن. نعم. يعاودوا لك كيفاش عاشوا. واش عاشوا في الرفاهيه ولا عاشوا في الجوع؟ هي اللي كتقول ما عندنا خلا الماء ما نشربوه. طالعه في الفيديو تقول ما عندناش الماء نشربوه. عاود معايا وصور ولوح. ماشي تقول لي نقول لك بفمي، فمي ما يحكمش. بنت اللي كتقول فينا الهضره خايبه وتقول في مراتي الهضره خايبه، تقبلها انت وتقول في بنتي باغا تفرقها مع راجلها. علاش؟ اش بينها وبينهم؟ اش دارت لي؟ اش داو ليها؟ اشنو داروا ليها؟ لا بغات تنوب عليها تمشي للمحكمه، القضاء راه كاين يحكم عليا. لا ما كنتش كنعطيهم، ما كنتش كنصير عليهم. القضاء موجود، كاين المخزن في البلاد. البلاد راه مسلحه، ماشي مسيبه بلا موالي. البلاد راه مواليها. هاد السيدة اش بيني وبينها عندها 35 عام؟ اشنو بيني وبينها؟ تنوب على امها، هي مالها موكلها امها عليها؟ امها زحافة عامية، كاين المخزن، مشي ليه ودعيني ونحضر معاها ولا عاد شي حاجة يقولها. محمد عطيتيني مجموعة من الأجوبة، جاوبتيني عليها بزاف، شكرا ليك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا اللقاء اللي كان مع با محمد. شوف أسيدي هاد السيدة رانا دعيتها، عايرتني وشي دعيتها باش يكاي عند الوكيل انا والمراه، ودخلوا الناس فاميله، وقال لي حشومه شي كدير فيه، راه باغي يردوا العيب عليك. وصدقت شي درت لها التنازل في شهر جوج، عاد ندير لها التنازل وتنوض لهم ثاني. عاد راهم في القضاء دابا المراه وبنتي وراجل بنتي. واش باغا تفرق هاد البنت على ثلاثه ولاد على راجلها؟ احنا في القضاء، احنا في القضاء، راه هما في القضاء. وانا هاد السيمانه نهار تاج دار التليفون ديالها وتكروشات مع شي عائله برا في فرنسا، ماشي كونط معاهم على شي ورث. وناضوا كيعايروني انا في التليفون، علاش؟ هذا هو الرضاو، هذا هو الكبر اللي كبرتها. علاش زيد الناس يعايروني بالكلام السوء؟ علاش؟ اش بيني وبين انا هاد السيمانه غادي نبان شكايه اخرى ثاني، والاخرى اللي في افريقيا جت عامين بارك عاد ختها، وانا كنصير عليها ونخلص عليها باش خدها الدبلوم ديال كوافوره. وفي الاخريه ولا تقول لهم باغا نشدوا المعفسي على راسو، هذا هو الرضاو. ها با محمد جاوبتيني على بزاف، شكرا ليك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا با محمد، الجواب ديالو كما كتشوفوا تلقائي الوالدين، هو يناقش الموضوع بالاجوبه اللي كيشوفها هو منطقيه. مشاهدينا الكرام لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، غادي نشوفوا الزوجه الثانية ديالو في الموضوع، وكذلك غادي نشوفوا اليوتيوبر اللي هي ابن ديال الزوجة الثانية في الطوم، وغنشوفوا الزوج ديال في الطوم اللي هو إماراتي. مشاهدينا الكرام سوف نناقش الملف بدقة، كما الطرف الثاني موضوع النقاش له الحق في التعقيب بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.